اسمها فجأة. نعم. حضرتنا سيرسلكم في مهمات خطيرات، لكن احذر، ممنوع فشل في هذه المهمات. الله المستعان، الله المستعان يا عمنا. الفقعاق اخذ لك بشيء؟ انت بس قول لي مو هي المهمه واعرف ان انا اسرح انا واصحابي ما ارجع لك الا بخبر. افارم افارم فجأة. مهمات تتخلص من ابن شعبان دار تجار. مو قصدك يا عمنا، اقتلوه. ايفيت ايفيت ما دام بين ايفيت ايفيت. اسمع يا عمنا، انا عمري ما قلت لك لا. تهريب تبعك وهربنا، حرق مخازن حرقنا، سرقة سرقنا، ناهب نهبنا، قاتل سامعنا. فجأة. معنى كلامك أنك ترفض أوامر حضرتنا؟ سكين سكين فجأة، احذر. من لا ينفذ أوامر تحسين بيك مصيره يموت. أنا بس فجأة موافق موافق، أنا موافق. بس أنت كنت أسألك بس يعني كم من البقاش؟ مش طمع مش طمع، لا طمع ولا دشع، هو بس زيادة معرفة. فجأة. إذا أنت نجحت في تنفيذ مهمات حضرتنا يعطيك مكافآت كبيرات، ريالات ذهبيات. هات يا بهات، خلاص على طول نعتبر الأمر ناجز. أفارم أفارم فجأة. هيدا هيدا اقتلع، هيدا بسرعة نفذ مهمات. على طول على طول فجأة. من هنا أنا من نفسي أخرج، نفسي يوم أخرج من الباب هذا، لكن دائما من الزغط أمري لله. الله الله، انتظر مفاجآت عبد التواب.